الخضر عبيد، عدم قدرته على أخذ إجازة متابعة ومرافقة الفريق، وقادرا على أن تقدم الكثير والكثير والكثير في لي. وهداف الفريق في هذا الموسم هو المقبالي، 9 أهداف، صاحب الرقم 9. حذاري يا شباب، هذه المشجع لنادي السويق العماني، فريق أيضا صاحب طبقاتك يا جوناثان. جوناثان سوريا، الكرة ما زالت، المحاولة ما زالت، إرسال كرة عرضية خطيرة، ويبقى المجد. ما بقي الهلال، لاحظ هنا العرضية، لاحظ يمين يا يمين، 1-0 سجل، 1-0 للهلال. الهلال يفتتح التاريخ. مدافع هنا محمد يمين، لكن دنج أطول، لذلك الكرة وصلت عند الفريق العماني، تقطع الآن إبراهيم بدران بتدخل ممتاز. الكرة من محمد أبو خميس إلى محمد درويش إلى إبراهيم بدران، طويلة. ثق بنفسك إلى هذا الحد، عليك أن تكون أكثر جبل يا شباب. حذاري حذاري، ابعدها ابعدها، نعم ابعاد الكرة، لكن ما زالت رأسية، لكن الحارس العماني تصدى لها، تصدى لها في اللقطة الماضية. هنا إبراهيم بدران طويلة للأمام يا جوناثان، خطأ يا حكم، خطأ يا حكم، الحكم لا يشيل أي شيء. محمد جميل، هنا خطأ، نعم هنا خطأ، وركلة حرة مباشرة. الآن نبحث عنك يا جوناثان، الآن يا نجوم الكرة، وتحدثوا عن علي حبسي آخر هناك في عمان، هذا الرشيدي، نعم فاض بالكرة إلى اللاعب إبراهيم بدران، إلى حارس المرمى رامي حمادة. الهدوء في النفسي، أتمنى أن نبقى بتركيز كبير من الناحية النفسية. هذه محاولة إلى عدي الدباغ، إلى اللاعب إبراهيم بدران، لكن إبراهيم بدران حقها، من حقها طبعا أكيد، فريقه حتى الآن متأهل. هذا الوقت ربما حال المشجع الهلالي يقول في هذا الوقت، الدباغ نحو اليسار إلى إبراهيم بدران نحو اللاعب علي عدوي، يلا النوفلي يقوم بإضاعة الوقت في هذا المكان. ركلة، البوسعيد يتقدم في الكرة، يحاول يستفيد.